Исходя из того, что концепция وانطلاقا من أن نظرية ضرورة الدفاع عن المدنيين في خلال التدخل الإنساني وليس معاقبة المدنيين وليس معاقبة الدولة، ويدعو الخبراء البرلمانيون الألمان إلى ضرورة استخدام الإجراءات الإنسانية الحقيقية. وفي 23 من نيسان قد صرح الناطق باسم الحكومة الألمانية أنهم اطلعوا على هذا التقرير، ولكن موقف القيادة الألمانية لم يتغير. وكما قالت الحكومة كما صرحت الحكومة الألمانية أن رد الفعل على الهجوم الكيماوي كان ضروريا وموضوعيا وشرعيا. وهذا التقرير الذي أعده الخبراء الألمان من المهم أن الحكومة الألمانية لا تنتقد هذا التقرير، وفي نفس الوقت تعلن تضامنها مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في توجيهها الضربات على سوريا. وعشيت المؤتمر الصحفي لناطق باسم الحكومة الألمانية حتى القناة التلفزيونية الألمانية الحكومية اعترفت هذه المواد والتصريحات الحكومة بأنها مزورة، وتوجه مراسل هذه القناة التلفزيونية إلى المكان الذي أصبح ساحة للأحداث الدامية، وتحدث مع المدنيين هناك مع السكان المحليين كثيرا، وقال أن خلال ما يسأل التدريبات المزعومة كانوا هناك مدنيين تأثروا بفعل الكلور، وثم صوروا هذه اللقطات. ومن سيتحمل المسؤولية عن استخدام ما يسمى بالمجتمع المدني المزعوم والمدنيين؟ والآن حان الوقت لأن نطرح هذه المسألة بصورة أخرى. متى سوف يحاسب المذنبين في هذه الاستفزازات؟ وكلنا رأينا كيف أعدت كل هذه الأشياء المزورة، كل هذه اللقطات والمقاطع فيديو المزورة، وقد رأينا إلى ما أدى هذه التزييفات والتزويرات. كما أريد أن أذكركم وكذلك أريد أن أذكر السيد لدريان وزملاؤنا من وراء المحيط الأطلسي، أمس عقد مؤتمر صحفي في وزارة الدفاع الروسية لوسائل الإعلام الروسية والأجنبية، ودار الحديث في هذه المؤتمر حول الأحداث في سوريا. وهناك كانت صور فوتوغرافية لأهداف الضربات الأمريكية الفرنسية البريطانية، كما عرضت وزارة الدفاع شظايا الصواريخ الغربية. ولهذه لهذه الشظايا توجد أرقام صناعية. ولماذا الصحفيون وهذا يمكن الصحفيين من توجيه أسئلتهم إلى بنتاغون، إلى وزارة الدفاع الأمريكية،
ويمكن أن نتذكر أن الرئيس الأمريكي قال أن كل الصواريخ الغربية قد أصابت أهدافها، ولكن يمكن أن نتساءل هذه يعني الشظايا أو الصواريخ برقم كذا وكذا ماذا حصل لها؟ إذا أذكركم أنه كانت هناك مقاطع، كانت هناك صور لاستعراض الصواريخ، وأود أن أذكركم مرة أخرى أقوال الطرف الأمريكي حول إصابة جميع، حول أن كل الصواريخ الغربية أصابت أهدافها. ودائما نقدم إثباتات وحجج دامغة وأرقام وحقائق، والآن نود أن نستمع إلى أقوال زملائنا الأمريكيين حول تلك الحجج، حول الشظايا الصاروخية التي عرضت أثناء المؤتمر الصحفي. وأود أن أذكركم عبارة أطلقها وزير الدفاع البريطاني الذي قال لابد، يجب على روسيا أن تصمت وتبتعد. وممكن أن نرد على ذلك، تعال واقتنع. إذن في لاهاي سوف يعقد الوفد الروسي مؤتمرا صحفيا حول الأحداث في دوما، وسوف يشارك فيه شهود عيان من سوريا، هؤلاء الأشخاص الذين اعتبرتهم وسائل الإعلام الغربية ضحايا الهجوم الكيماوي المزعوم. وهكذا نحن سوف نوضح ماذا حدث فعليا في هذه المدينة. واليوم سنسمع كثير من المعلومات المهمة ومن المخطط لإجراء المؤتمر في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للصحف. وجرى مؤتمر مستقبل سوريا في الاتحاد الأوروبي، وشارك فيها المبعوث الدائم لروسيا السيد شيجوف، ولغرض إنجاز أو الحصول على الالتزامات والتعهدات من البلدان لغرض تقديم المساعدات لسوريا. وهناك غموض بالنسبة للبلدان التي يحاولون استخدامها كدول مساعدة، ويستدعي استغرابنا عدم الدعوة إلى الطرف السوري وعدم حضور الممثلين السوريين في هذا المؤتمر. ومن غير